لمعلومات واردة لافراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي علي، متبوعة بتحريات وعمليات مراقبة ميدانية. وبعد تمديد الاختصاص لعدة بلديات بولاية مستغار، تم تنفيذ جملة من التفتيشات، تم الاطاحة بشبكة اجرامية تنشط في سرقة الكوابل النحاسية عبر اقليم ولاية مستغار، متكونة من 4 أشخاص وشخص اخر في حالة فرار. التحقيق المنجز افضى ايضا الى ضلوعهم في 9 قضايا اجرامية اخرى مشابهة. عناصر الشبكة الإجرامية قاموا بتوزيع المهام بدقة على النحو التالي: عنصر مكلف بتحديد المواد المراد سرقتها، عنصر من ذوي الاختصاص كهربائي لقطع الأسلاك الكهربائية، عنصر مراقبة ورصد الأماكن المستهدفة، عنصر مكلف بتقطيع الأسلاك لكي تظهر على أنها نفايات نحاسية ثم بيعها. على إثر العملية تم استرجاع أسلاك كهربائية نحاسية مسروقة طولها 615 متر مع حجز الوسائل والمعدات المستعملة بالجريمة، مركبة قاطعة، حذاء مخصص للتسلق الأعمدة، ميزانين إلكترونيين، حبل، مقلاعين للمسامير، 4 هواتف نقال. تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم الذين سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة من أجل جناية تكوين جمعية أشرار للغرض إعداد لجناية. جناية السرقة الموصوفة مع تضافر ظروف الليل، التعدد، التسلق مع استحضار مركبة، جنحة عدم الامتثال لإنذار التوقف الصادر من العون المكلف. قيادة الدرك الوطني تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1055 وكذا موقع الشكاوي المسبقة ppgn.mdn.dz 24 ساعة على 24 ساعة لتقديم شكواهم أو التقدم نحو أقرب وحدة للدرك الوطني للتبليغ عن أي جريمة، وكذا الرقم 103 للتبليغ عن الاختطاف.